أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي حكاية القوم المشركين الذين حينما جاءهم برسالة من ربهم من يعرفون صدقه وأمانته كذبوا وعصوا، وحينما جاءهم بالآية الباهرة أصروا على كفرهم وعنادهم، بل وامتدت أيديهم لتنال من تلك الآية، عساهم يطفئون نور الله بأيديهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الظالمون. إنها مساكن ثمود، القبيلة التي ترسخت مكانتها فكانت قوية مهابة وثرية، وفيها نشأ صالح نبي الله، وفيها شاهد كيف أنهم قد حرفوا عن أمر الله. فبعدما كان آباؤهم ممن يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، تسللت عبادة الأوثان إليهم، ولم يبقى محافظا على الإيمان الخالص إلا نفر قليل، ومنهم نبي الله صالح عليه السلام. ويصدر الأمر إلى صالح ثمود أن أنذر قومك وأعدهم إلى جادة الصواب، إلى عبادة الله الواحد الأحد. ودون أي تردد يمتثل نبي الله لأمر ربه، وكله أمل في أن يسرع القوم إلى التصديق برسالته، فقد كان فيهم من قبل مرجوا، أي كان محل تقديرهم واحترامهم، وكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم لحكمته وصدقه، وهذا أدعى إلى سهولة التصديق بقوله ورسالته من الله. ولكن الأمور سارت بعكس ذلك. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هكذا جاء جواب سادات ثمود قوم صالح النبي، فهو ساعة دعاهم إلى نبذ ما يشركون به من غير الله رفضوا ما قاله، لكن مع اعترافهم بمكانته بينهم. وما جاء رفضهم بناء على حجة مقنعة، بل لأن هذا الشرك في العبادة إنما ورثوه عن آبائهم. وسرعان ما بدأوا يكيلون له التهم بالكذب والافتراء، لكن صالحا لم ييأس، وهذا دأب الأنبياء في دعوتهم، بل شرع يذكرهم بما أنعم الله عليهم وميزهم به عن كثير من الأمم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خاطب صالح عليه السلام قومه بتذكيرهم بمن كان من قبلهم، تلك الأمة التي استحقت العذاب لظلمها وكفرها، قوم عاد الذين أفناهم عذاب الله
ليكونوا عبرة لغيرهم، كي لا ينحدر أحد إلى من حدروا إليه من جهالة وشرك. ثم ذكرهم النبي بما تميزوا به من قدرات وكلها من عند الله. ذكرهم كيف يسر لهم الله أمرهم، فاتخذوا من السهول الخصبة مصدرا للزراعة، وفيها عمروا قصورهم الفارهة مع اتخاذهم الجبال سكنا في فصل الصيف، عبر نحتهم فيها بيوتا جميلة أنيقة لا تقل جمالا عن قصورهم. وبلغت قبيلة ثمود من الثراء والإمكانات ما أوقعها في التكبر والعتو، بحيث صارت تصم آذانها عن دعوة نبيها. ولكي يحرجوه ويطفئوا نور دعوته، طالبوه بآية من ربه تظهر صدقه وبأنه مبعوث من الله حقا، بل وطالبوه بمعجزة محددة، أرادوها ناقة تخرج من جوف صخور الجبال الصلبة، ناقة مكتملة الهيئة والصورة، بل وعشراء، أي تحمل في بطنها جنينا. أنصت صالح لطلب القوم، ثم هز رأسه موافقا. وسار بجموع قومه إلى حيث الجبال، ولكنه اختار فيها صخرة كبيرة. كان قوم ثمود برغم مهارتهم في نحت الصخور قد عجزوا عن نقبها لشدة صلابتها. اختار صالح هذه الصخرة المعروفة لتكون آيته بينة واضحة وجلية. وعند الصخرة سجد لله رب العالمين، واستغرق في دعاء وصلاة. وسط ذهول القوم ومفاجأتهم، انشقت الصخرة بدوي هائل. ومن جوفها خرجت الناقة المعجزة مكتملة الهيئة والصورة، وجاءت كما أرادوها. وقبل أن يستوعب أهل ثمود ما جرى، شهدوا الناقة وهي تلد فصيلها، فكانت آية صريحة واضحة، وبشأنها خاطبهم نبي الله صالح. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وتحققت البينة وكما أرادها قوم ثمود، ولكن لم يؤمن منهم إلا نفر قليل. أما القسم الأكبر فظل على عناده، يحمل في نفسه غيظا هائلا من هذه الناقة وفصيلها. وكيف لا يفعلون وبها انتصر صالح عليهم؟ فساعة طلبوا ولادتها من جوف الصخرة ما كانوا يريدون البرهان ليؤمنوا، بل تعجيز نبي الله وتوهين أمر دعوته. أما الآن فباتوا يعضون على أصابع الندم، وكلما رأوا الناقة وفصيلها ندموا على اللحظة التي طلبوا انبعاثها من الجماد. فما تراهم يفعلون؟ أي يتركونها تسرح وتمرح في أرضهم؟
فهي ليست دليلا على صدق صالح ونبوته فحسب، بل صارت برهانا يستند إليه المؤمنون على صحة إيمانهم وصحة قرارهم باتباع صالح. وباتت أحياء ثمود ومجالسهم تشهد جدالات مستمرة بين المؤمنين والمشركين المعاندين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا فإن أغلب الذين آمنوا بصالح كانوا من مستضعفي ثمود. أما رؤوس الشرك والاستكبار فكانوا من أثريائها ومترفيها الذين أدركوا أن إيمانهم بنبي الله سيجردهم من امتيازاتهم، أو هذا ما كانوا يخشونه، وهذا ما جعلهم يصمون آذانهم ويشيحون بنظرهم عن الآية الباهرة ويغيلون في عنادهم ويقررون أن أفضل وسيلة للتخلص من هذا المأزق هي بالقضاء على رمز تفوق صالح عليهم بأن يعقروا الناقة وفصيلها. ولكن جماعة من طغاة ثمود وأشدهم عتوة كان لهم رأي آخر، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كانوا 9 من المفسدين في الأرض، تجرؤوا على ما لم يتجرأ عليه أحد من ثمود حتى في أفكارهم. فأهل ثمود في أغلبهم فكروا في عقر الناقة، وما فكروا في التعرض لصالح خوفا من أبناء عمومته وعصبيتهم القبلية، وإن لم يكونوا قد آمنوا به. أما هؤلاء فقد رأوا أن يستأصلوا مشكلتهم من جذورها. فلنقتل صالحا ولنهاجمه ليلا في منزله، ونقتل معه أهله كلهم كي لا يكون هناك شهود على ما جرى، فإن سألنا أحد من أولياء دمه أنكرنا علاقتنا بالأمر. هكذا اقترح أخبثهم ووافقه البقية. وكي يوثقوا اتفاقهم أقسموا بالله على تنفيذ هذه الجريمة. فهؤلاء كانوا يؤمنون بالله وإن أشركوا به وكذبوا نبيه.
ولكن هذه المؤامرة فشلت، وخاب مكرهم، وكشف أمرهم، وقضي عليهم. وعاد سادة ثمود يسعون لتحقيق الفكرة الأخرى، عقر الناقة وفصيلها. ولكن من يجرؤ على هذا؟ فهم ساعة رأوا مصير المتآمرين التسعة باتوا يخشون صالحا ويخشون تحذيراته، فهم يذكرون ما قاله لهم بعد معجزة ولادة الناقة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. حذر صالح عليه السلام قومه من إيذاء الناقة أو مسها بسوء، وربط لهم بين عقرها وبين العذاب، فإذا أقدموا على عقرها فإن العذاب واقع بهم. لكن ثمود كذبت نبيها صالحا عليه السلام بسبب طغيانها واستكبارها وتمردها على ربها، ولهذا كفرت بالله وأشركت به. ولقد حذرهم رسولهم من إيذاء ناقة الله أو منعها من الشرب، وحثهم على إكرامها وسقياها، لكنهم لم يستجيبوا له فأقدموا على عقر الناقة. الذي عقر الناقة واحد منهم هو أشقاهم، وهم الذين دعوه إلى عقرها، ولكن الله اعتبرهم جميعا مذنبين دون استثناء. وفي هذا إشارة ودليل على المسؤولية الجماعية في الدنيا، فإذا ما أقدم فرد على جناية أو جريمة فإن من كان راضيا بجريمته متابعا له يكون مشتركاً معه في تحمل المسؤولية ودفع الثمن. أما من أنكر عليه جريمته وأعلن براءته من ذلك فإنه قد أعذر إلى الله ونجا من العقوبة. قام صالح عليه السلام بواجبه وبلغ ثمود الدعوة وأقام الحجة عليهم، ولكن ثمود أصروا على الكفر والعناد والتكذيب. وأوشكت قصة صالح عليه السلام مع قومه على نهايتها، وسارت في مسارها كما هي سنة الله في الصراع بين الحق والباطل. وقطع صالح عليه السلام جميع محطات وخطوات الطريق، ووصل الأمر إلى نهايته، وبقيت الخطوة الأخيرة والمشهد الختامي الذي يسجل نجاة المؤمنين ودمار وهلاك الكافرين. فبعد أن أقدموا على عقر الناقة أخبرهم صالح عليه السلام أن عذاب الله واقع بهم بعد 3 أيام. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وبعد مضي الأيام 3 أوقع الله بهم عذابه، فأخذتهم الصيحة عند صباح اليوم 4، فأخذتهم الصيحة مصبحين.
لم يرسل الله عليهم إلا صيحة واحدة أبادهم بها وقضى عليهم، وصاروا كهشيم المحتضر، صاروا هلكا كالزرع اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة فيطحنه ويقدمه تبنا لحيواناته. أنزل الله على ثمود ألوانا من العذاب، أنزل عليهم الصيحة والرجفة والصاعقة. لقد انشقت الأرض أمام ثمود، وسمعوا لانشقاقها صوتا عاليا وصيحة مدوية. وهذه الصيحة المدوية التي سمعوها نتج عنها رجفة قوية، فتحركت بهم الأرض حركة شديدة وزلزلت زلزالا كبيرا. ثم أتتهم الصاعقة بعد ذلك، فكانوا ينظرون وهم مصعوقون عاجزون عن الحركة أو الهرب، غير قادرين على الانتصار أو دفع ذلك العذاب عنهم. وأنجى الله صالحا عليه السلام والمؤمنين الذين معه وفق سنته التي لا تتبدل في الصراع بين الحق والباطل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أهلك الله ثمود بعدله وعاقبهم جزاء على كفرهم وطغيانهم، ودمدم عليهم وأطبق عليهم العذاب حتى عمهم جميعا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لقد خلت ديار ثمود منهم وأصبحت خاوية كأن لم يكن بها ساكنون يتحركون من قبل. ذهب قوم ثمود إلى عذاب الله وخلفوا وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم التي أقاموا فيها ما أقاموا، وها هم زالوا عنها مكرهين معذبين. ألا بعدا لثمود وسحقا لهم وخزيا وذلا لهم. هذه هي النهاية التي يستحقونها، النهاية التي يستحقها كل متجبر في الأرض يستكبر عن طاعة الله ويتعالى على عباده ويظلمهم. وفي النهاية وقف صالح عليه السلام على أطلال قومه المعذبين وشاهد جثثهم صرعى كهشيم المحتضر، فخاطبهم وهو يقول لهم: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين.